إن شايل ساري إن سؤال شن شيخ وحين أورنا يسا إن شيخ مركا وإمام كفات هذا أخيو إسلام مركا وسيد أختا هذا أنا قرآن كلامه بلعبه إن محاس تمين يا أبو لي كجر سين كروايين أنا كتين تقول حيس لبا سورة إن فات هذا هي سورة دي كلا شيخ وأخي شايل فينو سين يقول لي هاي مكان محاس تمين يا مسوا سورة داخلية يا أي بنا فات هذا أخيه يا أفيدنا بارك الله فيك صلاة الجارية القرآن ككل قاضي كما يسقنا النبي جن عليه الصلاة والسلام إن وقت سين كريدت كما مؤمن تا يكو آخرين فاتحة وقت قصوا ده حي آخرين تو آخرين فاتحة يا قرآن كدم بي فاتحة نو حي كم تهاي أركان تا ما تيرر كصلاة هدي قف كو إمام ياي هدو ياي ما مؤمن لتكير أيه يا هدو ياي قف كليد تكير أيه والنبي قال عليه الصلاة والسلام محور رسالة بخاري مسلم بوريين من حديث عبادة بن صامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب صلاة أمسقنا قفك عن فاتحة آخر تذكر من هو السوق لها قفك سوء تكني يا سوق لها هدو فرل تكني هدو سنة تكني هدو صلاة الجنازة تكني إن تبوايسكم هدو إمامي هدو مامومي هدو منفردي مركا ماموم كوالو قول ياهاي يضو إمامك قرآنك وآخرين أيه إنه فاتحة آخرية لكن صلاة دمر هذه أيتها صلاة جارية قرآنك كر إمامك وقاضية وح فاتحة الدلة أي تصيصي إلا آخرية أيه وحيان أهين مامومك وآخرين مايو قرآن أنا هين آخرين مايو وحاول جيسر أيه قراءة إمامك سواء كعمل فلية قولك إلهي سبحانه وتعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا آيات القرآن كان فاتحة وحكى ساري وحكم كدو وانسيي حديث سياد مقشين يكو وكلب والله أعلم جزا الله خير.